منتج رسمي لتدشين سامبون. هذه السيارة الأولى 100% made in Algeria. يقولوا أنا طوموبيل يقولوا عليا مخدومة في الجزائر. أنا اللي ديزاين والتصميم من فرنسا، الهيكل والحديد من الخارج، الروض والموتور مخدومين في فرنسا، الزجاج والكراسة والطابلو دبور من رومانيا، البلاستيك والضوء والزربية من لاشين. ما كانش حاجة مخدومة في الجزائر، بصح أنا صنبور 100% جزائرية. وكانت